طب عايز اسالك ايه بالنسبه للناس دلوقتي، انت ممكن تقول للناس ايه اللي بيميز احمد سعدون عن اي حد تاني بيعمل بدل؟ ايه اكيد عندك طريقه معينه، اكيد عندك مثلا كذا ديزاين اشتهرت بيهم جدا، احكي لنا اكتر عن الموضوع ده. ايه اللي بيميز البراند بتاعك عن بقيه براندات البدل المصريه والعالميه؟ لو هنتكلم في الشق ده يعني، ففي هو مقسوم لحاجتين، الشق الفني والشق الاجتماعي اللي هو الكاستمرز العادي يعني. ايوه الشق الفني ان احمد سعدون مش ستايلست، احمد سعدون ديزاينر. فاحمد سعدون بيقرا السكريبت، احمد سعدون بيفهم طبيعه الشخصيه، بيدرس الموضوع كويس جدا عشان نطلع حاجه مخصصه لكل عمل، لكل حدث يكون مظبوط له بالظبط. بالنسبه للكاستمرز بنقعد مع الكاستمرز سواء انا او اي حد من التيم، وانا معايا تيم كبير جدا يتخطى ال 25 فرد ما شاء الله، كلهم طبعا على اعلى كفاءه، بنفهم طبيعه المناسبه وبنفهم طبيعه الجسم وبنفهم طبيعه البشره واللون والوزن وكل حاجه، بحيث ان احنا نقدر نطلعه بافضل شكل ممكن. مش عندنا يا عمري فكره ان اي حاجه تنفع لاي حد، صح؟ كل شخص له حاجه معينه انه يظهر بيها، انه يكون بافضل اطلاله بيها. لما بندرس الموضوع ده كويس جدا ونبدا ان احنا نشتغل عليه، فانا حاسس ان بصراحه ان ديت يعني حاجه كويسه جدا عندنا، وحاجه تميزنا عن اي حد تاني، ان احنا بنكون فاهمين كل مناسبه وفاهمين طبيعه كل جسم، بحيث ان احنا نفضل نطلع افضل حاجه ممكنه. بس قصدي ما فيش مثلا كات معينه، مثلا ياقه كبيره في البدله، حركه دايما احمد سعدون بيكررها في ديزايناته مشهور انا كل كوليكشن بيكون لي فكر غير التاني. كوليكشن دلوقتي اللي هو اولد فاشن شويه، بنخاطب الاربعينات والخمسينات زي اللي انت لابسه بالظبط كده، بالماتيريال باللون بالديزاين بكل حاجه، بس فكره ان تاتش بيكون متميز بقى احمد سعدون في حاجه. انا كل كوليكشن سواء صيفي او شتوي، انا عدد القطع عندي بتتعدى ال 50 قطعه. واو ما شاء الله. فانت بتلاقي كل الافكار، بتلاقي كل الالوان، بتلاقي كل حاجه يعني، اي حاجه ممكن تفكر فيها او العميل يفكر فيها ان شاء الله بتكون موجوده. ولو هو جاي فكره انا اوريدي مش عاملها، فنبدا ان احنا ننفذها له. طبعا بقى على دقه يعني. طب كلمني، انت قلت لي دلوقتي ذكرت انه الموضه دلوقتي ان احنا بنرجع للقديم، فالبدله اللي انت لابسها انا شايفها صوف خططة والياقة طويلة مثلثة زي بتاعت زمان فعلا، حتى الكرافات مضلعة ودبل لاير كده. انا عندي الكرافات دي بتاعت جدي لسه محتفظ بيها. احكي لنا عن الستايل ده، ويعني لو لقينا الستايل ده نشتريه، او مثلا اللي عايز يفصل الستايل ده بيجي لك. قبل ما افكر ان انا اشتريه او ما اشتريش، لازم اكون ان انا بستعين بحد يكون موجود في المجال ده، سواء ديزاينر او سواء حتى لو سيلز، بكون واثق ان هو يقول لي الراي الصح ويديني افضل حاجة ليا. صح. اللي انا لابسه ده يعني ده يرجع للحقبه فعلا الاربعينات والخمسينات شويه. والفتره دي عمرو برضو عندنا الجو الفاشن عموما كان في اعلى مكانه. بتبص على الافلام القديمه والمسلسلات القديمه، بتشوف شياكة احنا ما بنشوفهاش دلوقتي، دي حقيقه. فانا اصلا مغرم بالفتره دي، بالحقبه دي، ان انا بتفرج على الافلام ابيض واسود والله بنبهر. ايوه دي حقيقة. ممكن تكون الناس ما بتاخدش بالهم عشان ده مجالي او كده، بس فعلا بكون مبسوط قوي بشكل الناس، شكل الموظفين في المشهد، في لو موظف حكومي او حاجه، فكنت بنبهر بيه جدا. فالديزاين اللي انا لابسه ده 100% هو من الحقبه دي، الاربعينات والخمسينات يعني. انا واخد بالي، وفي نفس الوقت انا شكله يعني مش انت واخده من حد مثلا من جدك، لا هو متفصل لك، معمول لك، شكله شيك دلوقتي بس انسبايرد من الحقبه دي. الاوت فيت زي ما انا لابسه ده ممكن ياخد مني انا دراسه لا تقل عن 15 20 يوم. واو. عشان نبدا ان احنا نطلع الشكل ده بكل تفاصيله يعني. صح. اصل هي البدله بالنسبه للناس هي بدله، فممكن يكون الناس ما خدتش بالها في حقبه الاربعينات دي انه الرجاله بيلبسوا ايه، دايما بيركزوا على فساتين الستات اكتر. الناس لما تتفرج على الابيض واسود بالذات دايما تقول فساتين بتاعت زمان، محدش اتكلم عن بدل زمان. بس فكره ان هي البدله بدله، الفكره غلط. انا بقول لك ده السائد، مش انا بقول كده، دي افكار يا جماعه. ما فيش حاجه اسمها بدله بدله. في حاجه اسمها لكل مناسبه بدله، لكل وقت في المناسبه. ممكن يكون الفرح ده سواء بالنهار او بالليل، بتفرق معايا في لون البدله وفي الماتيريال بتاعها. انا رايح انترفيو، يفرق معايا انا لابس ايه، انا عندي
عندي اي مناسبه حتى لو معزوم في فرح او حاجه انا يفرق معانا في بروتوكول بيحكمنا. صح. بس فكره ان انا بدله وبدله وخلاص وهي شكلها بدله وخلاص ده لا طبعا ده فكر خاطئ. واحنا اشتغلنا كتير جدا عشان نغير الفكر ده والحمد لله يعني اختلف بنسبه كبيره جدا. صح. فيعني يا رب حاجات كتير تختلف الصراحه على ايدك يا احمد لانه حبيب. انت من الناس الرواد في المجال ده وبتمنى لك كل خير وحقيقي نورتني النهارده. مش عايز اقفل الحوار الكلام شيق جدا واعتقد الناس بتتفرج علينا دلوقتي مبسوطين حتى لو مش رجاله لانهم بيعرفوا اكتر البنات او الستات كمان عن اللبس الرجالي لان هو عالم زي ما هو عالم عندكم. انا بغير شويه فلازم اقول التكه ستريس على الحته دي دافع معانا عنا في فاشن رجالي يا جماعه. ايوه قول لنا كلمه اخيره. لبس رجالي يا جماعه في ديزاينرز رجالي بالظبط. قول لنا كلمه اخيره بمناسبه الموضوع ده عن الموضوع ده انه احنا موجودين وفي ديزاينرز رجالي وكمان مش بس الستات هم اللي بيهتموا بنفسهم احنا محتاجين كمان يبقى شكلنا كويس وشيك. انا كلمه دايما بقولها للعمال عندي انت في اي مناسبه انت هتنزل تشتري حاجه فانت اوريدي هتشتري. صح. فركز انا بشتري ايه بدل ما ارمي فلوس على الارض. بالظبط. مش بدله وخلاص واجيبها قبل الفرح بساعتين. ايوه. مش بدله وخلاص والبس او اسمي رايح فورمال. ما هو اسمي رايح فورمال ممكن ان انا اكون رايح فورمال وشكل شيك قوي واليجنت وممكن اكون رايح عادي زي اي حد. صح. موجود في المكان وابقى شبح ساعات فطوطه في البدله. اهتم والاهتمام ده مش هياخد مني مجهود مش هياخد مني تكلفه مش هياخد مني وقت عشان اطلع بشكل ان انا لو داخل في اي مكان يكونوا فاهمين لا حاسين ان انا مختلف عن اي حد موجود. دي حقيقة. الموضوع ده مهم جدا. صح. طب انا عايز بما اني ذكرت فطوطه عايزين ندي نصايح للناس بسرعه جدا ازاي البدله تبقى على مقاسنا وما نبقاش واعيين وغرقانين فيها. اول حاجه نبص عليها في البدله وده اهم حاجه الكتف. الكتف يكون نشتريها. الكتف يكون على كتفي بالظبط. حسيت ان ده اي لبس عموما ولا البدل اي لبس عموما الا الاوفر سايز. الاوفر سايز ده الكاجوال. ده بيكون اوفر سايز. الكتف ده طبيعي في الاوفر سايز ده ستايله بنحترمه. ايوه. ابص اول حاجه على الكتف. بص تاني حاجه على طول الكم. طول الجاكيت. طول الكم زي ما انت بالظبط يعني ممكن لازم في لاين من القميص. لاين من القميص بيبان. ارفعها كده. اللاين ده لازم يكون باين منه لا يكون معدي القميص ولا يكون راجع قوي. نسبه وتناسب. ولا يكون الكم دايما هنا. بنظبطها يعني مع ساعات الكم بيبقى هنا. دايما بنظبطها مع المفصل بتاع كف الايد انه ما يعديش. بالظبط كده ما يعديش هنا. يبقى كده الكتف وعندي طول الكم وسع الجاكيت ما يكونش ضيق قوي لو انا تخين ويبين تفاصيل جسمي ولا انه يكون واسع قوي وشكله فعلا فطوطه زي ما انت قلت. طب والبنطلون من تحت والبنطلون دلوقتي الموضه السكيني اللي هو لازق قوي ولا الواسع عادي ولا الواسع قوي؟ السكيني ده انعدم خلاص ما بقاش موجود. الرجل الواسع دلوقتي اللي هي ستريت فيت ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي وده احلى كمان في شكله. البنطلون بقى يا عمرو هو في حاجتين لو انا هلبس الشوز الكلاسيك بربط لو انا عريس او كده فلازم ان يكون في كسره فوق الجزمه كسره واحده فوق الجزمه عشان لما اقعد البنطلون بيرفع شويه. أيوه. ويكون الشراب لون البنطلون ده مهم جدا. أكيد. برضو ولو انا بلبس بانس سمارت ولا كده يكون البنطلون قصير شويه ما فيش كسر خالص يا دوب واصل على الشوز على طول. الشراب مش باين. الشراب ايه؟ الشراب باين. طبعا الشراب مش ما فيش بيكون اللي هو السيكريت بالظبط كده. ده كده شكل البنطلون سواء على الشوز ده او الشوز ده. تحفه. طب وكمان الكسره بتاعه البنطلون من النص في كسره كده في النص دي مهمه ولا بلاش؟ مفيش بنطلون كلاسيك من غير كسره. لازم مفيش بنطلون كلاسيك من غير كسره الا بقى لو بنطلون سمارت يعني دلوقتي بس جت فتره كده كانت الكسره دي بتاعه الكبار واحنا الشباب لا ما بنحبهاش فبنكوي البنطلون عادي. ما هو ما يحبهاش لو هو لبس البنطلون في الاول غلط. المشكله مش في الكسره. المشكله ان انا كل لابس اللوك كله غلط. ايوه. فلو في اي لو انا حاسس ان البدله مش مظبوطه عليا البدله شكلها مش حلو عليا هحس ان الكسره دي مش طبيعيه. لو الكسره مش موجوده يبقى البنطلون المشكله مش في الكسره. المشكله ان انا البس الاوت فيت عليا يكون مظبوط وترند وشكله حلو واللون يتماشى معايا. فالترند خلاص السكيني مش موجود في حاجات كتير اتغيرت زي ما احمد ذكر. طب اخر حاجه هي الياقه بتاعه القميص كبيره ولا صغيره؟ كانت زمان يعني كانت قريب مع السكيني ومع القصير كانت الياقة صغيرة قوي وكرافات رفيعة قوي. هل ده لسه موجود ولا اتغير؟ لا خالص اتغير. لو بصيت على الياقة الكولة بتاعة القميص كده هتلاقي ان حجمها كبير عن كبير الطبيعي. قوي وده الموضة حابب تلبسها كده اوكي مش حابب في الحجم العادي البيزك العادي بس لان الكرافات الصغيرة دلوقتي ما بقتش موجودة ولو لبست الياقة صغيرة على الكرافتات الموجودة دلوقتي فالكرافات هتبان من الكولة بتاعة القميص وده طبعا مش صح خالص يعني. ايوه. اكون
مركز جدا ان حجم الكولا مناسب مع حجم الكرافتة اللي انا هلبسها بحيث ان هي ما تبانش غير من قدام. والكرافتات الموضه هي المتوسطه دلوقتي مش الصغيره قوي، متوسطه والكبيره. الكبيره كمان متوسطه والكبيره مش الصغيره. يعني كان احنا شغالين على 4.5 و5 سم في حجم الكرافات يعني، ودلوقتي في 7.5 وال9 ترندي جدا وشيك جدا. انا عن نفسي بحب البسها قوي وشكلها حلو قوي. انا بحب المتوسطه، الكبيره قوي دي كانت زمان قوي بتفكرني بيا بالبروم ساعه حفله التخرج، كان شكلي بشع مش عارف ازاي كانوا مرشحين ان انا اخد. عايز اقول لك هتشوفها الفتره الجايه وملبوسه حلو قوي وهترجع تحبها تاني زي يمكن. حاجات كتير في الفاشون بنكرهها الفتره زي البناطيل الضيقه والبناطيل الرجل الواسعه اللي كانت قبل كده برضو، البناطيل اللي كانت نازله واسعه قوي دلوقتي طبعا مش هنتخيل ان احنا ممكن نلبسها بس الفتره الجايه لا راجع موضه تاني. هو يمكن بس الناس ساعات بتتضايق من حاجه معينه عشان حدث معين، كنت شكلي مراهق ساعتها فكان شكلي وحش قوي بالكره. حاجه عندك بقى فلسي بالظبط، تجربه شخصيه مالكوش دعوه انت بالموضوع ده. بجد يا احمد كان لقاء ممتع جدا ومثمر، وتعرفنا على حاجات كتير مهمه جدا انت بتعملها وانت من الشخصيات كمان الجميله على المستوى الشخصي. ربنا يخليك، بتمنى لك كل التوفيق وربنا يوفقك يا حبيبي، ويا رب تبقى اشهر ديزاينر عالمي كمان مش بس مصري. حبيبي اللهم امين حبيبي، نورتني يا احمد، ربنا يخليك.